مالك يا مرة حتى يدك على ودني؟ طرشتي؟ استنى حاجة تعطيها لي. ليه؟ وإيه اللي جابها هنا دي ما هتطلعش من بيته؟ جلانة؟ عشيب سيرة بنت أخوها. وأنت عملتي كده؟ اسأل روحك، أنا أعمل كده؟ تعملي كده ونص؟ يعني تقطعودني في بيتي وهتسكت؟ خلاص؟ بقينا ملطشة؟ يحلق ودنك ويقطع ودني؟ ناقص يرمونا للكلاب. زي ما منكونش من دمهم. مالدقني دلوقتي. ما انت ساكت. دخلت بيتك وقالت مرضك وساكت. لو همام مطرحك كان سكت؟ لا. وانت هتسكت؟ لا مش هسكت. وهاخد لك حقك. بس اول ما ارجع هقطع ودنك التانية. عشان يبقوا تنين زي بعض وتبطل تجلي ادبك عليا. ده الحلق ودقنا قال. وهتشوف عيسى هيعمل ايه. ده انا المماليك ما قدروش عليه. فين حرجة ابو جابر؟ في ايه يا احمد؟ هتزعج ليه؟ بعد انت يا شيخ سلام. مالك يا احمد؟ داخل هايش كده وعاوز من جابر؟ عاوز لو كان راجل يطلع لي. انا قدامك اهو. مالك؟ عاوز ايه؟ عاوز اكلع مداسي واديك بيه على راسك عواطي يا ابن الكلب. والله ابويا مش كلب، ولو وطيت عشان تقلع مداسك ما ترفعش ظهرك تاني وهتفضل طول عمرك موطي. هتشوف يا احمد. صلى على النبي. بعد سلام ما نقصعش. هي دروشه وهبل. هبل؟ طب انا بينك وبين جابر اها، لما نشوفها تعمل ايه في لهبه. هضرب واضرب ولا يهمني انت مين ولا هو مين. الله تعالى. انت كده وهيب؟ هي حصلت؟ انا عايش نفسي عنك يا رب. ليه ولاخوه غور من هنا غور. هتشوف هتشوف كيف تتطور على سيادك يا ولد الجلايب يا كلب الجبل. ايه اللي جرى؟ عملت ايه؟ بعد ياما عن طريقي وسيبيني اخش لها. حرام عليك يا ولدي، كفايه اللي عملته. بقولك ايه يا امه؟ بعد عن طريقي. سيبها سيبها يا ولدي، حرام عليك. مش مسامحاك يا احمد وكرهك ليوم تزيد. مش مهم. اتقي الله وحل عني، انا جسمي مش حامل ولا طايب. مش حامل ولا طايب؟ ليه؟ ها؟ عقلك مشغول بمين يا بنت الكلب؟ تعالي هنا. مش هعتقك يا ليلى ليوم الدين واشوف كيف عقلك يكون مشغول بغيري. انت فاكر انك كده راجل؟ راجل غصب عنك وعنك خلى فوقي وهوريك. حرام حرام. يا ريتك فضلت من غير جواز يا ولدي، يا ريتك. سلام خبريه خبريه. مالك يا شيخ سلام؟ الحصول يا جابر. انطق سعد سعد. خبريه سعد. امرك يا شيخ العرب. احمد الهواري. مالك يا شيخ العرب؟ تجيبهولي من بيتهم بالقميص واللباس. حاضر يا شيخ العرب. اسمع، لو لقيته لابس جلابيه تقلعها له، ياجي هنا بالقميص واللباس. عمرك يا شيخ العرب. معلش يا شيخ سلام معلش. اوعى اوعى تموت ولد ابوي. اموته؟ لا ارتاح انت بس. عاوز حاجه عايزه؟ لا مفيش حاجه خالص يا ولد عمي. انت عاوز حاجه؟ انت عاوز حاجه قول. سلامتك. أنا كنت فايت ومروح. روح يلا. مروح.
تجرنيش كده. ولدي ولدي ما تجرنيش كده يا غورد. انا ما حدش يحط عليا. ولدي ولدي يا غورد يا غورد يا غورد ولدي يا غورد. ليلى عشان تخش بيتي وتزعج فيه وتمد يدك على اخوي. فهمني. انا صاحب حق. حق مين؟ عمرك كله ما يكفيش زعل من زعلات الشيخ سلام. عارف مين هو الشيخ سلام ده؟ اخوك. اخلص. الشيخ سلام ده هني حقه عندي مفيش حد يقل عليه. لو انت ولدي وزعلت الشيخ سلام هموتك. انا حكايتي مع جابر الكلب. مفيش فهمانه كلاب ومعايا يخشش بيت كلاب. انت اول كلب يخش بيتي ويعض ناسي يا احمد. يا شيخ همام بنت اللي جوازها يصونها انت بهدلتها. بيتي يدخل باذن دخلته من غير اذن. غلطت في حد انا حاميه. مديت يدك على اغلى الناس. انت عملت اللي عمر ما حد عمله معاه يا احمد. استاذن على مرتي هاخد اوامري من مره واسيب اللي عشقته حي. صاحب حي وانت هتحل مشاكل الناس الغريب والقريب وتجي عندنا وتظلم. اظلم مين يا مجنون يا ابن المركوب انت؟ بعد ما زيت اخوي وبنت اختي وجاي تشتكي اصلك ما عرفش عني حاجه. تعرفها دلوك. غلطة القريب عندي أوعر بكثير من غلطة الغريب. الغريب معذور ما يعرفنيش زين لكن القريب دي إيه عذره؟ مركوب الشيخ سلام دي هتضرب بيه فيك راسك وبنت أختها هتطلقها وجابر اللي وقرني أكتر ما أنت وقرتني هخيره يا يضربك بالمركوب يا يسامحك وهتطلع بره فرشوط. ليه؟ هي يتيمه مالهاش ابو عشان تطلقها مني؟ والله لولا اني لقيتك هنا بعد اللي شفت بنتي عليه قسما بالله كنت قطعتك حتت ورميتك للكلاب قدام ابوها ومن غير يمين. لو ما كنتش عملت دنيتك غير ضرب الشيخ سلام كان دي كفايه عشان اقطع قبرك. بس انا ما عاوزش يقولوا همام هيموت ولاد عمه وكمان تضرب الشيخ سلام. طب انا عاوزهم يقول اسماعيل موت والد عمه. تعالى يا كلب ارجع يا اسماعيل. ارمي اليمين دلوك ارمي يا كلب. بنتك طالق يا شيخ اسماعيل. تعالى هنا طالع عمك الشيخ سلام يضربك على كفاك بالمركوب وانت تدفع عليها يا جابر. ولا راسه ولا كفاك. انا خلاص مسامح. وانا ما سامح. قبل طلوع الفجر ما اشوفكش في فرشوط غور. سرك بتاع يا ابن الكلب.